سيدتي وجريدة عربي نيوز لدعم أطفال غزة. أتبرع بشيء من ملابسي ومصروفي، وأدعو محمد عساف وعلى الفارس طلال السدر للانضمام إلينا في مساعدة أطفال غزة. مرحبا. أول شيء أقبل دعوة الطفلة ماي خلدون لمساندة أطفال غزة، وأشكر مجلة عرب نيوز ومجلة سيدتي على هذه البادرة، وأطلب من جميع الأخوة الإعلاميين والفنانين المشاركة في هذه البادرة، وإن شاء الله راح أتبرع بمبلغ مالي وبعض الملابس، وشكرا لكم.